أنتقل الآن إلى الهيكل الداخلي. أين أشاهد الهيكل الداخلي؟ طبعا راح نتعرف على الهيكل الداخلي عند الأسماك، موجود أيضا عند الفقاريات، الثدييات من الفقاريات، والطيور أيضا، إذا الأسماك والبرمائيات والطيور والزواحف والثدييات، كل هاي شو هيكلها بيكون داخلي. لاحظ الشكل العام للسمكي، هنا يوجد العمود الفقري، هذا هو العمود الفقري وعليه النتوءات، هاي النتوءات، نتوءات العمود الفقري في الجسم. هنا هذا الغلاصن، غطاء الغلاصن اللي بيغطي الغلاصن، وهذه الزعانف من أجل الحركي، هاي الزعنفي الصدري والذيلي والبطني، أو بيقولوا أحيانا الشرجي، وهي شو الذيلي وهي الظهري، حسب طبعا. هذه تساعد الزعانف في توازن في الماء، والحركي والذيل في التوجيه اتجاه اليمين ويسار. العمود الفقري من هنا موضوعنا، اللي هو عبارة عن مساعد في عملية الدعامة، والزعانف والكيس السباحي هذه تساعد في الحركة، إذا تساعد في الحركة. الدعامة والحركة لدى بعض الأحياء ذات الهيكل الداخلي منها الأسماك، تعتمد الأسماك في حركتها على عضلات للسباحة، هذه العضلات تمتد على طول الجسم وتستند إلى الهيكل الداخلي. إذا الهيكل عند الأسماك داخلي، يتكون من العمود الفقري مع تفرعاته. أيضا الحركة تتم عن طريق عضلات مساعدة، العضلات هاي بتكون مرتكزة على الهيكل الداخلي وممتدة على طول الجسم، أيضا بمساعدة الزعانف. لاحظ وجود الزعانف، هذه الزعانف في الصدري والشرجي والظهري والذيلي، هاي الزعانف يساعد أيضا في الحركة مع التنفس. كيف مع التنفس؟ نحن نعرف أنه الأسماك تتنفس بواسطة الغلاصم، طيب كيف تتنفس بواسطة الغلاصم؟ يدخل الماء من الفم ويخرج من الخلف من غطاء الغلاصم، إذا بيدخل الماء تيار مائي بهذا الشكل من الفم هنا ويخرج من غطاء الغلاصم. أثناء خروج الماء من غطاء الغلاصم للخلف بيخرج بقوة، فبيدفع الجسم للأمام، فبيساعد بعملية الدفع. الزعانف بتساعد في عملية التجذيف، التجذيف والتوجيه بالذيل مثلا، إذا بدي يلتف على اليمين أو على اليسار بحرك الذيل. وهذه الزعنف الظهري من أجل توازن الجسم بشكل قائم في الماء. إذا هاي الزعانف والماء، ماء التنفس، وقلنا في عضلات للسباحة التي تستند على الهيكل الداخلي. أيضا وجود الكيس السباحي، هذا الكيس السباحي طبعا يملأه بالهواء، ملؤه بالهواء هذا إذا عبى هواء راح يزيد من حجم السمكي، وبالتالي راح تقل الكثافة ويرتفع للأعلى، وإذا بده ينخفض بشو بخفف من الغازات اللي فيه، وبالتالي بتنخفض كثافة، بترتفع الكثافة، بزاد الحجم معناته بتقل الكثافة وبينخفض للأسفل. ما هي وظيفة الكيس السباحي لدى الأسماك؟ الكيس السباحي لدى الأسماك يجعل كثافة السمك مساوية لكثافة الماء، وذلك طبعا يساعد السمك على العوم والغوص وحفظ التوازن في أعماق مختلفة من الماء. إذا وقت اللي بيكون بده يحافظ على عمق معين راح يملأ الكيس لحتى يوصل لهذا العمق، بس وصل ما بيعود لا بيزيد غازات ولا بينقص، فهون شو بيحافظ على موقعه، بده يرتفع على أعلى أكثر بيزيد من الغازات الموجودة في الكيس فبيرتفع للأعلى، بده ينخفض بيقلل من الغازات الموجودة في الكيس السباحي، وهكذا يستخدم إذا الكيس السباحي في السباحة والعوم، أو العوم والغوص والتوازن في منطقة من ضمن الماء. إذا هبطت السمكة إلى أعماق الماء زاد ضغط الماء عليها فينقص حجمها وتزداد كثافة الجسم، ويتم إفراز الغازات اللازمة حتى ينتفخ الكيس ويزداد حجم السمكة، ف
فتقل الكثافة هنا وتعود تساوي الكثافة في الماء وهكذا. إذن حسب بقى موقع السمكي تختلف معها الكثافة، بإمكانها تغير كثافة، تغير الجسم موقعه من خلال تغيير كثافته. كلما كانت الكثافة أقل راح يرتفع السمك للأعلى، كلما كانت الكثافة أعلى راح ينخفض السمك للأسفل. كيف ترتفع الكثافة؟ بزيادة الحجم. كيف يزداد الحجم؟ بزيادة الغازات الموجودة في الكيس، فبينتفخ الكيس. إذا ينتفخ الكيس بتكبر السمكة، بيزداد حجمها معناته بتقل كثافته، قل كثافته فبترتفع للأعلى وهكذا. أما إذا طبعا إذا ارتفعت السمكة للأعلى نقص الضغط عليها يزداد الحجم تقل الكثافة، بتخلص طبعا السمكة من بعض الغازات من أجل أنها إذا بدها تنزل للأسفل فينقص حجمها وتزداد كثافتها لتعود مساوية كثافة الماء، وهذا طبعا ما يسهل عليها العوم والتوازن ضمن الماء. إثراء، يوجد نوعان من الأكياس السباحية، هناك كيس سباحي مفتوح وكيس مغلق. ما هو النوع أو ما الفرق بين هذين النوعين؟ النوع المفتوح منها يكون متصلا بالبلعوم بواسطة قناة ويدخل الهواء ويخرج من خلال الفم. أما النوع الثاني اللي هو المغلق فهو الأكثر تعقيداً، إذ يملأ غاز الأكسجين بغاز الأكسجين في هذه الأكياس أو يسحب منها بواسطة شو غدة غازية أو غدد، مجموعة غدد غازية نوعية موجودة في بطانتها. إذا النوع الأول مفتوح، اسمه مفتوح ليش؟ لأنه يفتح إلى البلعوم ويملأ بهواء من البلعوم، بيدخل الهواء على الكيس وبيخرج من هالفتحة هاي أو من هالقناة هاي اللي موصولة مع البلعوم. أما النوع الثاني المغلق فهو يشو مغلق، منين بده يجي الهواء؟ في خلايا ضمن الكيس، في بطانة الكيس بنقول عنها الطبقة الداخلية للكيس، هاي هي اللي بتفرز الغازات وبتسحب الغازات أثناء زيادة أو نقصان كمية الأكسجين في هذه الأكياس.